الناس بيشوفوني كده بيقولوا مشايل بتمسك خروف تحشي وبتخيطه. كتير ناس بيتفاجئوا يعني ما بيستوعبوا هذا الشيء. بس من وانا صغيرة وانا شيف أتقن الطبخ وأحبه. أنا سعودية ومامتي أردنية وستي مصرية وست ماما سورية. تعلمت الطبخ من أهلي فعندي خبرة من كل مطابخ هذه البلدان. طورت نفسي بنفسي وهلا بعمل كيترينج. وتركيزي على الأكلات التقليدية. توب شيف فرصة أثبت لنفسي وأثبت لأولادي سحر وخالد إن أمكم قدها.